عندي اول حاجه الفطيره اللي انا هعملها يا حسني بالشوكولاته. بحط لها عندي كوبايه ونص من الدقيق في الكبه بتاعتي، معلقتين من مكعبات الزبده، معلقتين من مكعبات الزبده، واحط لها كمان معلقتين من السكر البودره، معلقتين من السوداني البودر او البندق البودر او اللوز البودر ده سوداني، ومعلقتين من الكاكاو، واروح حاطه لها سنه ملح صغيره وواحد اصفر بيض. وبعد كده يا عم حسني نعمل ايه؟ اشغل عليهم الكبه بتاعتي، كله اتخلط مع بعضه. وعندي ثلاث معالق يا عم حسني من الميه الساقعه. بعد ما كله اندمج مع بعض ابدا انزل الميه الساقعه دي بتاعت كنت جايه جواها تل، واحده واحده لحد ما العجينه تسمغ مع بعض. يبقى انا حطيت الدقيق وحطيت عليه زبده وحطيت عليه كاكاو وسكر وحطيت واحد اصفر بيض وشويه ملح وشويه سوداني باودر او بندق باودر او لوز باودر، وثلاث معالق من الميه الساقعه لحد ما العجينه تسمغ، تبقى عامله زي عجينه الكف. بدات على طول واحده واحده اهي تسمغ، واحده واحده قدامك اهو، خطواتك كده كلها ماشيه معاك، والكبه شغاله قدامك، وتفاصيلك وحركات حسني معاكي بالتفاصيل اهو. ميه واحده واحده كده خالص لحد ما العجينه تسمغ معاكي، وتبقى عجينه مسمغه تمسك تتفرد مع بعض. يبقى دي عجينه الفطيره بتاعت الشوكولاته. كل تريكات واحده واحده كده مع بعض. معلقه ميه، اديها معلقه ميه، بدات تسمغ خلاص اهي زي ما انت شايف اهي، بدات تلم. حاضر، بدات تلم عشان تبقى مسمغه، هي سنه ميه معاها. خلاص العجينه سمغت كده قدامك اهو، وادي العجينه بتاعتي بتاعت الشوكولاته. بتقول لك يا تريكاتها يا تفاصيلها يا حركاتها. على ما نبدا مع بعض تعمل عجينه الليمون، هبدا افرد العجينه بتاعه الشوكولاته. اتفردت العجينه، اروح جاي بالطرف بتاعي اللي انا هسويها 50%، واروح جايه فرده فيها، واروح جايه مسكنه الحروف بتاعتي. العجينه بتقول لك يا تريكاتها يا حركاتها يا تفاصيلها. وعندي العجينه الثانيه بتاعه الليمون، خدت كوبايه الزبده، نص كوبايه سكر، واحد بيضه، معلقه من كبيره من عصير الليمون، وواحد بعد كده شويه فانيليا، وعندي كوبايه ونص من الدقيق مع معلقه من بشر الليمون مع شويه ملح. وادي عجينه الشوكولاته، احط جواها ورقه الومنيوم فويل جواها اي نوع من البقوليات، واسويها على درجه حراره 180 لمده 10 دقائق. اهم حاجه الحروف بتاعتي كده واقفه على حيلها عشان اما اجي اعمل الطرت بتاعي. ده اول طرت اهو عملته، واحط جواه الالومنيوم فويل وادخله الفرن ياخد تسويه 10 دقائق. اهم حشو الشوكولاته كوبايه من اللبن، عليها نص كوبايه من كريمه الطهي، واحد تحت امرك نص كوبايه من كريمه الطهي على النار. خد بالك من التركه دي. اللبن بتاعي كوبايه لبن، نص كوبايه من الكريمه، نص كوبايه من الشوكولاته الساده، معلقه كاكاو غامق بتاع حلويات، معلقتين سكر، شويه فانيليا، وشويه ملح. وادوب بقى الكلام ده كله بره النار برده. خدي بالك اهو، اللبن والكريمه والسكر والشوكولاته والكاكاو كله بره النار اهو يا حسني، دابوا مع بعض كده. بعد ما اتاكدت من ذوبانهم تعالى شوف التركه دي بقى. هروح جايب 2 عدد بيض، واروح رباهم كده يا حسني، ميزر صغير رباهم، واروح جايه متاكده ان كل مكوناتي اللبن والكريمه والكاكاو والشوكولاته والسكر والفانيليا والملح دابوا مع بعض كويس. هبدا اربط الخليط ده بالبيض الكامل ده عشان تعمل لي شخصيه وما يخش الفرن يجمد مع بعض. خد بالك من التركه دي اهو. وعندي حشو بتاع القرفه بتاعي موجود فين؟ في المكنه. تعالى يا حسني ابدا اربط الخليط بتاع الشوكولاته واحده واحده كده بالبيض مع الخفق المستمر. يا تريكاتك يا عم حسني يا تفاصيلك، مديرين تصويرك وحضرتك. التكنيك عندنا مش في اي حته تانيه. واحده واحده كده بدا يربط، والشخصيه بدات تعمل، وجهز الطرت اللي انا هصب فيه ويكون برد اللي استوى 10 دقائق.
بدا يجمد اهو، تقليب مستمر، تقليب مستمر عشان هتشوف كثافته، وانا بصبه جوه طرت الشوكولاته المستويه 10 دقائق. تعال شوف بعد ما ربط وبدا يقلب يعني يغلي، بص بدا يقلب ازاي حسني يا تريكاتك. تعال شوف كثافته وانا بصبه في طرت الشوكولاته، بص قدامك اهو، شوف كثافته عامله ازاي. هو ده التريكات والحركات والتريكات. والطرت مستوي 10%، درجة حرارة 150، هيقعد في الفرن 45 دقيقة. خد بالك من التريك اهو.